هل تذكرون بزة الروبوت من فيلم أفاتار؟ حسناً، صنعت شركة روبوتات في كوريا الجنوبية نسخة حقيقية من ذلك، إذ يجلس شخص داخل هذا الروبوت الذي يبلغ طوله 13 قدماً ويتحكم به. الروبوت يمشي على قدمين ويمكن له إمساك الأشياء بيديه. مصمم الروبوت عمل في أفلام ترانسفورمرز وترمينيتر، ويقول البعض إن الروبوت يذكرهم بهذا المشهد من فيلم إيليانز. لابد أنكم تذكرون هذا المشهد. يأمل المخترعون أن يستخدم الروبوت في مناطق الكوارث لإنقاذ الضحايا.